اللغة العربية في عيدها العالمي يتجدد الشغف بها بثراء مفرداتها وجمالية مصطلحاتها وبلاغتها. هي صاحبة الجلالة وإن تعددت اللغات. اللغة العربية هي الأكثر استعمالاً، يتحدث بها أزيد من 400 مليون شخص في العالم، وبها كان آخر الكتب السماوية القرآن الكريم. حروف العربية 28، من بينها الضاد الذي يعتبر أيقونتها الصوتية. العربية لغة الحضارة الإنسانية، أخذت طابعها الفريد وشكلها المتميز ومكانتها التاريخية الخاصة بها، وكانت شاهدة على الكثير من الثقافات والحضارات على مر التاريخ. وعن جمالها وفخامتها يقول أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. في يومها العالمي تبقى لغة الضاد سيدة اللغات. إن غيرت في تشكيلها تغير المعنى. هي القادرة على مواكبة موجات التحديث في العصر الراهن، عصر التكنولوجيات والرقمنة.